وكما انه برضه في يعني دخول ثلاثه لاعبين جدد. يعني اذا نحن بنقول حتى كان فوزي ايد انه الهلال مشى في تصاعد حتى انهى الدوره الاولى بمستوى عالي يعني. نعم. مستواه كان الحمد لله كويس، وتاهل لبطوله دوري المجموعات في الافريقيه. بالتالي انت محتاج انك انت تجيب على كده، يعني محتاج تركز على كده. نعم. يبقى عندك ثلاثه لعيبه جدد. الثلاثه اللعيبه جدد ديل لابد انه يعني يكون تاثير ايجابي اكثر والاداء يرتفع اكثر. نعم. فنحب ده سؤال بين في النفس يعني، هل هم حيأثروا ايجابا او سلبا؟ انت من خلال متابعتك ليون، يعني اذا كان ابراهيم التوري هم لاعبين معروفين، او اوتو بونج او امير ربيع، يمكن الناس متابعه بالتاكيد كل مشاركاتهم وعارفه ادائهم شكله كيف، هو بتعتقد انه ممكن يكون في تنسيق تام واداء متكامل مع الفرقه الهلاليه الموجوده الان؟ وده طبعا بيرجع للمدير الفني اللي هو كابتن ميشو، و برضه لابد انه انا بقول منها لحد لفوزي ذاته انه استعينوا مره ثانيه بالمعالج النفسي، لانه التغييرات حيكون في تغييرات سواء كان في خط الدفاع او الهجوم او الوسط، لانه اللاعبين الثلاثه ديل يمكن مشاركين في كل الخطوط. فبالتالي يبقى لازم انه في مرافع، لانه حيكون اكيد الاثر يا 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 سلبا يا ايجابا بطريقه كبيره. نعم. طبعا كنا بالنادي لشنو بنزعى لانه الحكايه تكون ايجابيه. نعم. فلا بد تكون في مسانده نفسيه للاعبين او حتى اللاعبين نفسهم المشاركين، يمكن وجود الطبيب النفسي في اي كويس جدا، نادي من الانديه كم يعني ممتاز جدا، لانه انت هتشرك يعني انت هتشرك لاعب جديد على حساب لاعب كان معاك في الفريق الفات وهو مشى جراديوال لفوق. نعم. مشى معاك من تحت لفوق، معناته نعم. هو مستواه يصلح. نعم. لما انت تيجي تبدله اكيد هيحصل شرخ. نعم. ما معروف هنا، ما انت اللاعبين جيدين يعني اتوانج انه هو زول مهداف الدوري المصري. نعم. ولا غبار عليه وكلنا نعرف كذلك، لكن هل بيلقى الفرصه حتى يتماشى مع هجوم الهلال او مع لاعبين وسط الهلال؟ لابد انه يكون في اندماج، لانه التيم ويرك لازم كل اللاعبين كلهم يندمجوا مع بعض. هل الفتره نسال نفسنا كمان، هل الفتره بتكفي لهذا الاندماج؟ نعم. يمكن يكون ده برضه دور أيوة. لمجلس الاداره في انه يكون في عمل اجتماعي الله يخليك. نفسي كبير كمان في المرحله الجايه. نحن بنطرح الاسئله دي ونقول، لان هي اسئله الجواب بتاعها يعني صعب او متروك على ظهور اللاعبين داخل الملعب. نعم. وده متروك للمباريات القادمه يعني ان شاء الله. وبرضه معناته هنا لابد انه المدير الفني يلعب دور كبير جدا في الحته دي سيد ميشو. يعني دور الإدارة حيكون شنو في المرحلة الجاية؟ يمكن التفاهم وتغريب وجهات النظر وإزالة كل الآثار التي تكون ربما تكون عالقة بين اللاعبين، بتحتاج لأنه تكون في جرعات أيضا معنوية واجتماعية من قبل مجلس الإدارة في الفترة الجاية، خاصة أنه المرحلة حساسة جدا بالنسبة للهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الكل يحلم بهذا الكأس. طبعا إحنا يعني ما قام به الدكتور بكري فالح في بالنسبة لمباراة الأفريقي، خلينا كمان يا سعادة العميد نحييه وإنه نقول ده ديدن كل السودانيين وكمان الأهل على وجه الخصوص بإنه يتنادوا من أجل نصرة السودان ونصرة الهلال. سجل له صوت شكر باسم مجلس إدارة نادي الهلال على ما قام به. والجانب الإيجابي اللي ظهر لنا نحن من زيارته أو جيته للمعسكر في القاهرة، والنتيجة الإيجابية الكبيرة اللي ظهرت في اللاعبين و أزال كثير من الأشياء النفسية في نفوسهم انعكس بصورة إيجابية على الأداء داخل الملعب وحقق نتيجة إيجابية. احنا بدورنا في المجلس يعني تم اتخاذ قرار بتعيين طبيب مختص في هذا المجال يكون من ضمن الجهاز الطبي لنادي الهلال، حتى انه يعني أخونا بكري يعني كتر خيره، لكن ما بنعرف ظروفه نحن ومدى احتياجنا له في اي وقت، لذلك نعم. تم التامين على انه يكون عندنا الجانب النفسي اللي يقوم به. نعم. كمجلس اداره حنولي الجانب الاجتماعي ولخلق الاندماج بين اللاعبين الجدد والقدامى. نعم. يعني كل اهتمامنا، وان شاء الله تظهر لكم النتائج في الايام القادمه ان شاء الله. نعم. بصورة إيجابية، لكن دائما بنستفيد من كل الأشياء الإيجابية اللي بتظهر،
نعمل على تثبيته لصالح الهلال ان شاء الله. سعادة العميد بتعتقد انه التسجيلات يعني غطت كل الثغرات الموجوده في الهلال؟ يمكن